مساء الخير على كل مشاهدين برنامج أصل الحكاية. حبينا النهاردة نعمل لكم حلقة مختلفة، حلقة يحب يتفرج عليها الكبير والصغير، يعني يتفرج عليها ويقول ده إزاي حصل ويندهش ويستغرب. عشان كده هنقدم لكم حلقة عن خفة اليد، ومعايا لاعب خفة اليد المخضرم محمد خليفة، أهلا بيك. ومعايا لاعب خفة اليد حسين سنجاري، أهلا بيك. أهلا بحضرتك. قولي يا محمد بقى، انت مشهور بقى في مجال الالعاب الماجيك وكده، ايه بقى الحكايه كلها؟ لا والله، هي بدأت صدفة. كنت في تمام مرة قاعد مع ناس صحابي وقابلت واحد ساحر تمام عمل لعبة فعجبني اللي هو عمله، دورت عليه وقعدت اتعلم من على النت لحد ما الحمد لله بقيت كويس فيه، وبعد كده اكتشفت ان انا عندي موهبة فيها. يعني بدأت وانت كام سنه مثلا؟ لا انا بادئ من كتير، بس كنت بلعب مع اصحابي بس في تمام المجال بتاع صحابي انا والقعده والجامعه وكده، بس تدريجيا ابتدى حد يشوفني مثلا يقول لي محتاجك معايا في ايفنت، محتاجك في حفله، في شو، لحد ما الحمد لله اتطورت من نفسي، وبدل ما بقى معايا مثلا كوتشينه بقى معايا اتنين، بقى معايا ادوات، بقى معايا تولز كتيره وادوات كبيره. يعني حسيت فبقدر بقى ان انت بقى خلاص بقى اللي هو متمكن امتى؟ لا لسه، يعني هو التمكن يعني لسه لسه برضه في يعني تعلم كل شويه، زي المثل اللي بيقول اللي هو مفتوح. بيعيش البني ادم وبيتعلم، تمام. يعني انا حاسس ان لسه في كتير ما اتعلمتوش، اه فبامل ان ربنا يعني يوصلني لمستوى انا طب نفسي فيه. الموضوع ده بقى يبقى ليه نهايه في التعليم ولا على طول في حاجات جديده على طول في جديد كل يوم، ممكن الجديد يطلع من انا متابع ماجيشنز كبير مثلا واتعلم منه، ممكن يطلع من دماغنا ان انا اقعد الف لعبه يوم عن يوم عن يوم. ايوه يعني انت ممكن اصلا تخترع برضو انا اللي حضرتك هتشوفيه النهارده في كذا لعبه انا اللي مؤلفها، انا ايوه اللي جايبها من دماغي هتبهرنا يعني باذن محمد. الله ان شاء الله. ماشي، وانت يا حسين بقى قول لي ايه، بدأت امتى وحكايتك ايه؟ بص حضرتك، وانا كنت قاعد في مره كده على اليوتيوب شفت فيديو ليها بالصدفه، بدات اتفرج عليه، تمام عجبني الموضوع، وبدات اشتري كوتشينه كتيره جدا، ايوه وبدات اجرب اللعبه اكتر من مره عشان اتقنها، لحد ما الحمد لله بنزلت اعمل في الشارع كده عندنا، كذا واحد يقول لي حلو، وكذا واحد يقول لي مرن من نفسك اكتر وطور من نفسك، والحمد لله دلوقتي انا يعني وصلت لمستوى حلو الحمد لله. تمام، مع ان سنك صغير يعني تقريبا صغير في السن ووصلت لمستوى كبير، يعني الحمد لله الحمد لله. بس طب لسه انا عاوز اوصل اكتر، يعني عايز اكتر. اكيد طبعا بتنزل حفلات وكده ولا لسه؟ الحمد لله الحمد لله. الحمد لله. احنا محمد جيران، ايه رايك؟ احنا جيران يعني، احنا ساكنين جنب بعض على طول. لا هو والله، الناس اللي انا بعمل لهم ماجيك هو اللي بيعمل لهم ماجيك، هم بينبهوا انتوا احنا صدفه الاثنين. يعني. جت صدفه ان احنا ساكنين جنب بعض، يعني الفرق بيننا وتعرفتوا على وبينه بعض اربع بقى. عماير او خمس عماير بالظبط. يا دي الهنا. يعني انتوا بتعملوا، يعني انتوا بتعملوا مثلا مع بعض، بتنزلوا مع بعض مثلا ولا كل واحد مره بينزل؟ بتهيألي حصلت مره قبل كده اتجمعنا في ايفنت واحد. بس عايز اقول لحضرتك يعني خليفه من النوع اللي هو حلو، اللي انا بحب اشوفه، انا نفسي بحب اشوفه وهو بيعمل العاب سحريه. ايوه بتتعلموا من بعض يعني. اكيد اكيد اكيد. بس هو ممكن خليفه لعبه انا ما اعرفهاش والعكس، هو خليفه من النوع اللي انا بحب اشوفه، يعني ممكن اشوفه وما اشوفش حد تاني، ممكن اشوف خليفه مش عايز اشوف حد تاني. بس طب انتوا هتبهرونا النهارده ولا ايه بقى؟ يا رب يا رب. طب ايه، يا رب يكون ابهارك سهل ان شاء الله ماشي. وتعجب الناس. نبدا محمد. تمام ماشي. انا معايا كوتشينه. تمام. معايا دي مثلا. حضرتك بتعرفي في الكوتشينه؟ يعني بسيط. بسيط. طب الاول قبل ما اعمل بقى اي حاجه اتاكدي منها ان هي سليمه ما فيهاش حاجه، وبصي فيها. تمام سليم. تمام سليمه. اه وبصي من الظهر بتاع ان هي كوتشينه عاديه صح؟ تمام تمام. دلوقتي دي لعبه افتتاحيه زي ما بيقولوا، او يعني اول حاجه نبدا بيها. الاول خلينا نفنطها عشان ما يبقاش في حاجه مترتبه او حاجه. تمام. انا قابلت حضرتك دلوقتي وقلت لي لعبني لعبه، فبقول لك شاوري على الكارت وطلعي سنه قدام، فاتفضلي طلعي اي كارت سنه قدام. اي كارت؟ اي يعني؟ كارت. تمام. ده؟ اه تمام. حضرتك اخترت الكارت ده صح؟ طيب حضرتك لو ما بتعرفيش في الكوتشينه فهي فيها اربع علامات. الكارت اللي حضرتك شاورت عليه هوريهولك تحفظيه بالعلامه واللون وبكل حاجه، وحاولي ما تنسيهوش. تمام. اللي انت شاورت عليه ده ايه؟ اوكي. ثلاثة كارو احمر. تمام. او دايموند احمر. افتحي ايديك لو سمحتي. دي ثلاثة صح؟ تمام. طيب انا هسألك سؤال، لو مسكتها وخليتها على ايدك، انا ايدي فيها حاجة؟ لا. الناحية التانية؟ ما فيهاش. ركزي. ينفع في الحركة دي؟
تكون بقيت واحد. لا لا هي هو ده الماجيك. بتبقى استخدام حاجات بسيطه ده بجد يعني، زي ان انا امسك الواحد. ما كنت عايزه اوريهم الرقم من الاول. نعملها تاني. طب نعملها تاني معلش. طب انا اوريهم الرقم من الاول. اوري حضرتك الاصعب منها. ده واحد صح؟ تمام. العلامه بتاعته اللي هو الكارو. استنى اوريهم الرقم. اوريهم تمام؟ اهي واحد هي. كارو هي. تمام؟ همسك رقم واحد وهخليه على رجلي اليمين كده واحط ايدي عليه. تمام. قولي اي رقم في الكوتشينه. اربعة. ينفع الواحد ده باربعة؟ لا ولا ينفع يبقى اي حاجه. ايه ده؟ ولا ينفع يبقى اي حاجه. ما كانش في واحد اصلا، ده احنا كنا بنهزر. ده لا ايه ده؟ مفيش كوتشينه. هي طب ازاي بقى؟ ماجيشن سحر. لا لا حلو قوي بجد. هي والله. طب ايه؟ هبدا. تعالى طب نشوف حسين بقى. ماشي. برضو حضرتك. تمام. كوتشينه. فيهاش اي حاجه. تمام. اتفضلي حضرتك فنطيها، شوفيها من الظهر والوش، فنطيها. تعرفي تفنطي الكوتشينه بقى؟ تعرفي بقى يعني لعبت لعبه مره يعني. تمام. هطلب من حضرتك انك تختاري اي كارت انت عايزاه. ممكن ده. اتفضلي براحتك. شوفي. اشوفه. وري لي الكاميرا. ده وشك انت. ماشي. تمام. أوكي. تمام. تمام. ماشي افتحي لي حضرتك. انا شفته، ممكن نغيره عشان انا شفته، ما ينفعش اشوفه. تمام. اتفضلي. طب ماشي معلش. حاولي ترجعيه بس وهو مش شايف. بس انا ما اشوفهوش. تمام. 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 ماشي. اوكي. ماشي. تمام. خلاص شفت. خلاص حطيه هنا. تمام. حطيه هنا. دريته. ماشي. اطلب من حضرتك. ابقى فنط الورق. تمام. ممكن حضرتك تعملي كده. بالطريقة دي. هو ده كارتك؟ البنت؟ لا. طب ماشي افتحي ايدك. افتحي ايدك. ايوه خليها كده. ماشي. ده؟ لا. طب انا ايدي فيها حاجه برضه زي محمد. طيب بص عليك. في ايه؟ ايه؟ مصدومه. ده سحر بقى ولا خفه يد؟ لا كله خفه يد، مفيش حاجه اسمها سحر عامه في المجال. صح؟ لا مفيش. طيب حضرتك هطلب منك انك برضه تختاري اي كارت تاني. اختار ده. ماشي وريه لهم. انا بوريه بس للمشاهدين. تمام. تمام. اتفضل. اتفضلي حضرتك بايدك انت حطيه في اي حته في الكوتشينه اهو. اتفضلي فنطيها. تمام. تمام. طيب انا شفت الكارت بتاع حضرتك. انا شفته؟ لا شفتوش خالص. صح على كلامك. طيب هعمل كده. طيب ممكن حضرتك بيدك انت في الكوتشينه كده تشاوري بس على اي كارت. شاوري بس. شاوري. ممكن ده. ده؟ اه. لا بجد انت بتهزر. هيته كده؟ اتفضل. اهو. هو الكارت تمام. صح؟ اهو. خلاص تمام. تمام. طب ايه بقى؟ محمد ضايق امي وامي. اصل هي بتبقى خفت يد طبعا. يعني هو الماجيك عباره عن ادوات وتولز وبلان. وان ذا دون بس انتوا بهرتوني بصراحه. وبعدين لما اختفى كمان فايه ده؟ لا ده لسه في حاجات تانية هتطلع دلوقتي. تمام. خلينا مع حضرتك بحاجه تانية غير الكوتشينه. تمام. دي علبه. ماشي. تمام اهي. تمام. علبة وغطا بتاعها والعلبة التانية. تمام. والغطا بتاعها فيهم زهر. اتفضلي حضرتك اتأكدي منه. هتلاقي فيه أرقام من واحد لحد ستة. تمام. تمام. حضرتك هتنقي رقم تلعبي بيه. فالرقم اللي هتختاريه هتمسكي العلبة والغطا بتاعها. مثلا نقيتي كام؟ خمسة مثلا. ماشي تمام. هتركنيه كده وشه لفوق. وتقفلي عليه. مم. فلما حضرتك تعملي الكلام ده وأنا مش شايفه مديكي ظهري هعرف أنت اخترتي إيه؟
انا هبقى عارف. لا صح. اتفضلي اختاري اي رقم يعجبك وحطي وشه لفوق واقفلي عليه. تمام. انا مديكي ظهري اهو. هو مش هيشوف حضرتك وانت هتحطيها على انهي رقم. تمام. وري حضرتك للناس انت هتحطيها على انهي رقم، هو مش هيشوف. تمام اوكي. تمام. اقفله. اقفليها. تمام. تمام. اديها له. خلاص تمام. 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 الف وشي خلاص. اتفضل. كده الرقم اللي حضرتك اخترتيه فين؟ هنا صح؟ اه. العلبه دي فاضيه جواها حاجه ولا فاضيه؟ فاضيه صح؟ اه اهي. تمام. تمام. وهنا حضرتك ركنت الزهر. طيب اهو انا كده مسكتها او حاجه؟ لا. او فتحتها يعني شفت لا. الرقم؟ طيب لا. انا هسال حضرتك سؤالين. حضرتك ينفع اقرا افكارك؟ هو المفروض لا. المفروض لا صح؟ آه. طيب حضرتك هتقولي الارقام من 1 لحد 6 بديت فيس بثبات كده انفعالي من غير ما تتهز عند الرقم بتاعك. تمام. وانا هاجي عند الرقم اللي حضرتك اخترتيه وهعرف. تمام. يعني حضرتك هتبصي لي وتقولي 1 2 3 كده. تمام. وانا هحاول من صوتك هعرف الرقم اللي انت اخترتيه. تمام. من غير ماجيك، من غير كوتشينه، من غير حاجه. اتفضل. 1 2 3 4 5 6. انا بتهيالي انت ما اخترتيش ولا 1 ولا 2 ولا 3 تقريبا، انت قلتهم تحصيل حاصل. انا بتهيالي الرقم اللي انت اخترتيه ما بين 4 و5 و6 واحتمال كبير قوي ان هو رقم 6. ده صح؟ مش صح. ده رقم افتحي اتاكدي. طب انت انت عرفت منين بس قبل ما افتح؟ افتحيها اتاكدي منها وري الناس ان حضرتك حاطه الزهره على رقم 6. انا حاطه الزهره على رقم 6. مش عارفه اشوف ثواني ما اطلعه يعني اهو. يعني انا عايزه اعرف بس عرفت منين. انت بتقرا الافكار؟ احنا ممكن في الاخر نعلم لعبه للساده المشاهدين. ماشي. يعني بس الحلقه نعلمهم لعبه واحده. لعبه. تمام. ايه رايك؟ أوه. دي الحلو. حلو دي. خلاص في اخر الحلقه واحنا جايين مخلصين في نعمل لعبه ونوريهم ابهارها. نعلم للاطفال. أوه. مثلا عشان يحبوا يوروهم. وعلى فكره في لعبه بتبقى للاطفال كمان. يعني بعيدا عن الماجيك الكوتشينه والحاجات دي وريات الافكار، يعني اي حد حابب الموضوع ده ممكن يتعلم من على اليوتيوب بقى ولا منين؟ اليوتيوب مش هيديكي كل السكيلز اللي انت محتاجاها. اه. اليوتيوب هيديكي مثلا 30% اللي هو تبداي بيهم، اللي هو تفهمي مسميات في الكوتشينه. زي مثلا از اكزامبل في الكوره، في مثلا كلمه باص يعني اديني الكوره، او ثرو او شوت. تمام. ففي الكوتشينه في مسميات، يعني مثلا احنا الاثنين ماجيشنز ففاهمين ايه المسميات دي. فلازم الاول تخش على اليوتيوب تتعبي نفسك شويه ان انت تدوري على المسميات. تمام. تعرفي يعني ايه مثلا فورس، ان هو يتعلم المبادئ يعني. المبادئ. وبعد كده هو لو عنده ماشي. المهاره هيطلع بقى حاجات كويسه. تمام. ولازم يكون عنده تالنت، لازم يكون فيه موهبه. تمام. احنا بقى ممكن نشوف حاجه ثانيه. تمام. اتفضل يا محمد. طيب يا حسين نعمل حاجه حضرتك شبه اللي ايه محمد اللي محمد عملها دلوقتي، بس حاجه مختلفه شويه. هنا عندنا علبه فيها زهر، فيها وش. ايوه. يعني متضايق. ايموشن. ايموشن. وايموشن بيعيط وايموشن بيضحك. انا هطلب من حضرتك ان انت تحطيه على الايموشن اللي انت عايزاه كده يكون في الوش. تمام. وتقفلي عليها بس من غير ما انا اشوف. تمام. اتفضل. هو مش هيبان بس هو باين. تمام. بيني حضرتك للناس الايموشن اللي انت هتحطيه بس. تمام. اتفضل. خلاص حطيتيه؟ حطيته. ماشي. حضرتك انا اعرف الايموشن اللي انت اخترتيه. حضرتك مسكت العلبه وقفلتيها وعملتيها. تمام. انا هنا حاسس ان حضرتك متضايقه. متضايقه؟ اه. لا مش متضايقه. تبقى فرحانة. المفروض. اه مظبوط. صح؟ تمام. والايموشن اللي طلع لنا؟ سمايل فيس. سمايل اللي بيضحك. تمام. صح؟ حضرتك اخترت السمايل فيس؟ اه اللي بيضحك اللي هو عامل كده. اتفضلي وريني الناس. السمايل فيس. اه. الفكرة ان هو عارف السمايل فيس من غير ما يفتح العلبة، من غير أي حاجة. اه. انتوا واخدين بالكم يعني اللي أنا بشوفه يعني. طب تيجي نلعب بحاجة كبيرة عشان السادة يشوفوها. يلا نلعب بحاجة كبيرة. تمام. حاجة بقى بره عن الكوتشينة. تمام. انا معايا هنا سيرفيس فيه فلوس فضه. تمام. اتفضلي حضرتك. عايز حضرتك تعديهم واحد واحد
هنا وتشوفيهم هما كام وتاكدي ان كل واحد سليم ما فيهوش حاجه. ماشي. 1 2 3 4 5 5 صح؟ اهم. انا ايدي الاثنين فاضيه، معيش حاجه في ايدي صح؟ طيب حضرتك هتخلي ايدك جنب بعض كده، هتخليهم معاكي. تمام. اقفلي ايد واحده عليهم. نقي ايد واقفليها. اقفل ايد واحده. تمام. تمام كده. بصي انا هسال حضرتك سؤال. دلوقتي الفلوس جوه ايد حضرتك، انا ينفع اوصل لها؟ لا. من غير ما المس ايدك؟ لا. ما ينفعش. اكيد. طيب انا هطلب من حضرتك حاجه. انا مثلا مش من هنا، تايه، ايا كان السيناريو، الفكره ان انا محتاج من حضرتك جنيه. فرحت لحضرتك مد ايدك دي جوه ايدك الثانيه، طلعت جنيه واديتهوني، فاتفضلي اعملي كده. كده انا خدت من حضرتك كام؟ جنيه. جنيه واحد صح؟ تمام. كان معاكي 5، المفروض يتبقى معاكي كام دلوقتي؟ 4. طب انا هسألك سؤال، انا لو خدت الجنيه ده وبطريقه ما خليته اختفى مثلا، هو ما اختفاش. لا لا، ايه ده؟ هو في ايدي اهو. تمام؟ اه. فانا بقولت لحضرتك ان هو اختفى. تمام. هل هتصدقي ان هو اختفى ولا ان الجنيه في جيبي؟ هتصدقي انهي واحد منهم؟ انه اللي في جيبي. او في جيبك. اللي يعجبك. تمام. ان هو اختفى او ان هو في جيبي، في الحالتين مش هتختلف كتير. تمام. لان ان هو مش موجود يعني. اه. بس انا هعمل كده اهو، هرجع الجنيه تاني. حضرتك تصدقي ان انا كده اهو ماسك الجنيه؟ لا. انا ايدي دي فاضيه؟ ازاي؟ وايدي دي فاضيه. تمام. الجنيه اهو حضرتك معاكي 4. ينفع امسك الجنيه واحذفه يرجع ايدك تاني يزيد؟ لا. متاكده؟ اه. طيب ركزي، هجيب الجنيه من جيبي وهمسكه. ينفع ايدك تزيد ويرجعوا الفلوس زي ما كانوا تاني؟ لا ما ينفعش. المفروض استحالة. يعني استحاله. هو المفروض حضرتك عدام كويس. طيب افتحي ايدك وعديهم هنا بشوش. 1 2 3 4 5 لا انت بتهزر. رجعوا 5 تاني. طب ازاي ده؟ انا عداهم ده انا عداهم بنفسي. ومسكاهم بايديك ازاي؟ ماجيشن ساحر. انا مش فاهمه يعني بجد. هو ده الماجيك. بس هايل بجد، هايل. احنا هنعمل لعبه. انبهرتوني بالكوتشينه. انا سمعت ان انت بتعرف تحرك برضو الحاجات. اه ما انا لسه جاي لسه بعد الكوتشينه. هي لعبه بالكوتشينه. بص عليك، انا هطلب منك ان انت تختاري اي كارت من الكوتشينه. اي كارت. تمام. هختار ده. بس انا ما اشوفهوش. تمام. امسكيه حضرتك وريه للكاميرا. تمام. 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 حضرتك ممكن تقولي ستوب في اي حته انت عايزاها. قولي ستوب. حطي هنا وقفلي هنا. ممكن حضرتك كده بايدك حط صبعك تقولي اسم كارتك. اقول الاسم دلوقتي؟ آه. ولد. ولد. اه. طب بص حضرتك، ينفع الكوتشينه كلها تبقى لون احمر الا كارت واحد بس اللي لون ازرق؟ الولد. طب انا اقول ايه طيب؟ لقيت يعني الكارت الوحيد المختلف. انا لسه خلاص. ماشي. أوه. ممكن حضرتك بس تحط ايدك اهو. ماشي. نقفل على الولد ويقفل على ايدك الثانيه. تمام. خليه كده قدامنا جنين. ماشي. هو برضه هنقول ثاني وعشان نقول ستوب برضه حضرتك ايه هتختاري كارت ثاني. ستوب. احفظي الكارت. تمام. خلي الناس يحفظوا الكارت. تمام. ثاني معلش، احنا ثاني عشان خلاص غير الكارت. غير الكارت عشان هما ما لحقوش يشوفوا. ماشي. هما ما لحقوش يشوفوه. اه. ماشي. الكاميرا ما صورتوش. يعني وريهم كويس. خلاص ماشي. حضرتك قولي. قولي ستوب. تمام. ثانية واحدة، الكاميرا صوروا. الكاميرا جابته؟ تمام. تمام؟ تمام. ماشي حضرتك. قولي كده اسم الكارت. 7. 7 ايه؟ 7 اللي هي سودا. اه. طيب الكارت سودة. الوحيد اللي اتغير من الورق كله هي وهيبقى لونه اسم. لونه. غريبة ان مفيش حاجه اتغيرت. اه. ثانيه تعيد تاني. مفيش حاجه اتغيرت. عارفه ليه حضرتك؟ لان الكارت اللزق الوحيد هو تحت ايدك. اه. ممكن تشوفيه كده. ايه ده؟ مش ده كان ولد صح؟ ده كان ولد صح؟ اقسم بالله كان ولد والله العظيم. صح بقى 7؟ ايه ده؟ طب انا اتغير ازاي؟ مش جيش لسه في تقيل جاي تاني. انا مش مصدقه نفسي بجد، انا هتجنن. بس كتير صراحه كتير قوي اصلا في ايدي يعني. متلكي واحد. ها
حضرتك ايه رايك طب في الشغل؟ والله العظيم انا مصدومه وهايل جدا بجد. جميل جدا، حاجه فظيعه جدا والله. بس انا حابب لو ينفع اقول كلمه واحده. اتفضل. طبعا حابب اعمل اهداء صغير. اكيد طبعا. لاختي. اتفضل. عيد ميلادها كان امبارح، فانا حابب اقول لها كل سنه وانت طيبه يا مريهان، وربنا يخليك ليا وافرح بيك يا رب، واشوفك احسن حد في الدنيا كلها عشان هي الحد رقم واحد في قلبي. بعد كده احنا كمان بنقول لها كل سنه وانت طيبه وربنا يخليكم لبعض يا رب. انا كنت شايلها لها عشان اقولها لها في البدايه، ما رضيتش اقولها لها من عيد ميلادها، فكل سنه وانت طيبه. كل سنه وهي طيبه. ربنا يخليك ليا يا رب. كل سنه وهي طيبه. كل سنه طيبه يا مرهان، واللعبه الجايه. ماشي يلا. انا برضه اقول لها كل سنه وانت طيبه. انا حبيت الموضوع جدا بصراحه. انا معايا بوكس. فاضي. تمام. تمام. ومعايا مقص. تمام. البوكس اهو. تمام. هتخيل جواه ايتمز هو اللي هستخدمه دلوقتي في اللعبه الجايه. تمام. فايه الايتمز اللي انا بفكر فيه؟ مثلا حبل. فانا لو فكرت في حبل كماجيشنز، التفكير بيمشي من دماغي لدراعي لايديا لحد ما يمشي من صابع ويتجمع جوه البوكس ويبقى فاضي. ثانية واحدة. يبقى حبل. انا ما عملتش دي. ايه يعني دي اللي عملت؟ الماجيك فينجر. فيطلع حبل. تمام. حلو قوي. هو انا عايز حضرتك تتاكد ان هو حبل سليم. اشوف كده. كله ما فيهوش حاجة. من اوله لاخره سليم الحبل؟ تمام سليم. تمام؟ اتاكدي من المقص. اتاكد. انه ما فيهوش حاجه. تمام؟ تمام. بص حضرتك، انا لو مسكت الطرف ده من الحبل. ومسكت الطرف ده من الحبل. تمام. كده جنب بعض. وده تقريبا النص بتاعهم صح؟ صح. اهو. حضرتك اقطعيه بس من غير ما تعوريني بس. اقطعيه. كده حضرتك قطعتيه صح؟ صح. ثانية نربطهم عشان ما يقعش. هسأل حضرتك سؤال، هو أنت دلوقتي بعد ما قطعت الحبل ينفع يحصل له أي حاجة تانية؟ لا خلاص. نو واي صح؟ حضرتك قطعتيه؟ أكيد. طيب ركزي معايا. مين اللي قطع الحبل بإيده؟ أنا. حضرتك صح؟ يعني أنا ما عملتش ماجيك مثلا وما لا قطعتش؟ لا أنا اللي قطعه بإيدي. واللي قطعه أهي. صح؟ في نص الحبل. تمام. انا همسك الحبل كله وهخليه جوه ايد الشمال كده مثلا. تمام. اجمع الحبل كله كده جوه ايد الشمال، وهيتبقى اخر طرف من حبل الحته دي. تمام. هنستخدم قلم ماركر او قلم ماجيك ايا كان. اتفضلي حضرتك امسكي الطرف. تمام. هو انا لو مشيت القلم كده على الحبل، المفروض لما نيجي في النص نلاقي العقدة اللي انت عملتها. صح؟ ركزي حضرتك. ده ايه ده بقى؟ ادي ايديا الاثنين وهو الماركر الرسمي. انا عايز اعرف حاجة. والحبل بقى كله سليم وتأكدي منه. طب دي خفة اليد برضه ولا ايه؟ ممكن نعلمها لهم دي في الاخر. دي ممكن نعلمها لهم. ماشي تمام. لا حلوه قوي. هي بقى الفكره بتبقى كده، ان واقع اللعبه بتبقى على المتلقي جامد لحد ما بيفهم السر. واحده ممكن تعرف السر وازاي انا عملتها. بتكتشف ان قد ايه سهله، بس محتاجه تمرين كبير. التمرين بيبقى في الصوابع وفي الايد وفي الكلام. طب احنا بس هنفتكر ان احنا هنعلمهم دي. ماشي. تمام. عايز اقول لك حاجه. المقص بعد اذنك. في زمان كان في ماجيشنز، عشان دي بس معلومه انا حابب يعني نشرحها للناس. كان في زمان ماجيشنز اسمه ديفيد كوبرفيلد. تمام. جم سالوه لو عايزين يختبروا ساحر ويعملوا له مثلا اختبار تيست، هل يصلح يبقى ساحر ولا لا؟ فكانت قال لهم في معادله لو اتطبقت على الشخص فهو ساحر. المعادله ايه؟ ان لو عمل 70% شو، اللي هو ايه الشو؟ الحركه دي. الويف اللي بيعملها بايده. ايوه. التولز اللي بيستخدمها. ده الشو. لو عمله 70% صح و30% سكيلز مهارات هيبقى ساحر. تمام. ولو عمل 70% شو والسكيلز بتاعته صفر ساحر. تمام. لكن لو السكيلز بتاعته 100% ومفيش شو، مفيش اداء، مفيش شو، ما يبقاش ساحر. طب ما تعمل لنا حاجه بقى كده يعني قويه شويه. تمام.
وبعدين هنشوف يا حسين، عرفت انك بتحرك الحاجات ده توقع لشيء هيحصل. تمام. هيحصل. فانا هركنه هنا. تمام. وهركن فيه الزهر دي. تمام. وهستخدم فيه التوقع ده الكوتشينه بتاعتي. تمام. هطلع منها الارقام اللي هنلعب بيها، اللي هو الارقام من 1 لحد 9. تمام. كده. دي الارقام كلها اللي هنستخدمها من 1 لحد 9. الارقام هي عشان تبقى باينه بس نرتبهم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. تمام. اللعبه كالاتي، انا هلعب مع حضرتك لعبه. تمام. فهتقولي لي يا محمد مثلا بعد اذنك، اتفضل، هتقولي لي نزل كارت واحد. تمام. فلو حضرتك قلتي لي نزل كارت واحد هروح بنزل كارت، نزل كارت كمان هروح منزل. وقت ما هتطلبي اكتر من كارت اللي هيحصل ايه؟ ان انا هنزلهم بس الترتيب بتاعهم هخلفه، يعني هيبقوا كده بالمنظر ده. تمام. 1 2 4 3. تمام. بدل ما يبقوا 1 2 3 4. تمام. حسب بقى ما كل مره هتقولي لي نزل انا هنزل، يعني قلت لي نزل كارت هنزل. اكتر من كارت ايا كان بقى 2 3 4. هروح مشقلب كده اهو ومنزله. تمام. كارت هنزل، كارت هنزل. تمام. هي دي اللعبه. تمام. حضرتك من اول دور عايزه تقولي لي كارت، كارتين، كارت 50، ايه اللي حضرتك عايزاه قولي. تمام. تمام. اوكي يلا اتفضل. ماشي. كارت، 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 كارتين كده اهو اتبدلوا. كارت ممكن تختاري اكتر من 2. تلات كروت. 1 2 3. وده اخر واحد. اخر واحد بقى. مره كمان. وبعدين مره كمان، بس حاولي المره دي بقى يبقى في تنوع، يعني اغير. 3 4. خلاص اوكي. اول حاجه 2 اهو. 3. 1 2 3. 1 1. 2 2. وواحد. وده اخر واحد. تمام. دلوقتي الترتيب والتفنيط اللي حصل في الكوتشينه ده بفعل مين؟ انت. انا اللي اخترت. انا كنت بنفذ، لكن حضرتك اللي اخترتي التفنيطه كلها تبقى ازاي. تمام. طب انا هعمل حاجه دلوقتي، انا هنزل الكوتشينه، بس حضرتك اطلبي انزلها من هنا لهنا ولا من هنا لهنا؟ من عندي لعندك. من عندك لعندك. من عندي لعندك. طيب ركزي اهو. 3. اوكي. ثلاثة، خمسة، سبعة، ستة، تمانية، تسعة، 1 4 2. تمام. تمام. أنا كنت أعرف إن حضرتك هتطلبي التفنيطة أو اللخبطة اللي حضرتك طلبتيها دلوقتي؟ لا. أنت كنت بتطلبها كده باي لك. صح؟ هو أنا في بداية اللعبة قلت لحضرتك أنا عامل حاجة، عامل برودكشن. صح؟ بص أنا كنت كاتب إيه في التوقع؟ نفس الترتيب اللي حضرتك طلبتيها هو بالظبط. تمام. اقري من اليمين للشمال زي ما طلبت ان هي تتحط. 5 7. 3 5 7. 6 8 9. 6 8 9. 1. 1 4 2. لا مش ممكن والله العظيم، انت بتقرا الافكار. ده توقع. تيجي نصعبها ونروح بقى لمرحله اكبر. مش نروح. انا كنت بعمل حاجه من شويه وانا قاعد في الروم المستني ان انا اخش، كنت بعمل حاجه على الانستجرام عندي. تمام. رفعت بوست. بص حضرتك لو بصينا على البوست، هوريك البوست. تحمل وهوري لحضرتك لو مش قادر تحمل. طب تمام، لحد ما تحمل. لحد ما تحمل. الفكره ان انا برضو رافع بوست، رافع صوره. تمام. لنفس الارقام صح؟ حضرتك كنت بتقول. طب لما تحمل يبقى نشوفها. هوريها لحضرتك. ماشي اتفضل. انا حضرتك برضو هستخدم معلش الكوتشينه. كوتشينه تانيه.
تمام؟ تمام. ماشي، بص حضرتك دي كوتشينة قدام الكاميرا عادية ما فيهاش أي حاجة. تمام تمام؟ ده من الناحية التانية فتحك. طيب أي حاجة؟ ماشي. طيب بص حضرتك، طب نوري المشاهدين بس الصورة. بص حضرتك أهو، حضرتك لو فتحت الأكونت بتاعي. أيوه تمام. تمام، ده الأكونت بتاعي. لما هتشوف الستوري هتلاقي ده وأنا قاعد بجهز اللعبة، وفي رقم مكتوب على اليمين. الرقم اللي موجود عندنا، الرقم اللي أنا كنت متوقعه. 3 5 7 6 8 9. لا ده إزاي بقى؟ 1 4 2. ده وانا قاعد بره قبل ما اخش. طب انت عملت ايه بقى؟ عشان انا كده هتجنن خلاص. ماشي كمل يا حسين. بص حضرتك نادى تاني. اهو نوري المشاهدين ان هي كوتشين عاديه جدا ولا فيها اي حاجه. تمام تمام. بص حضرتك انا هطلب منك ان انت تقولي ستوب. ستوب. شوف الكارت اللي انت شفتيه كام؟ الثلاثه. حضرتك كنت ممكن تختاري قبله التسعه. تمام. وممكن قبله ايه؟ السبعه. تمام. حضرتك انت اللي قلت ستوب فين؟ في التسعه. تمام. ممكن حضرتك كده بصبعك برضو ثاني تقولي ستوب. حط صبعك بسرعه. ستوب هنا. تمام. ماشي شوف الكارت. حضرتك وقفت عند الثلاثه برضو. لا لا وريهم كده، وريهم. تمام. لسه برضو نعيدها برضو ثاني. لا جننوني والله. هنا تمام. ماشي حضرتك قولي ستوب. ستوب برضو. حضرتك بتقفي عند الثلاثه ليه؟ ليه الصدفه دي؟ عشان الرقم بتاعك تقريبا. عشان الرقم بتاعك. رقم حظك بعد كده. رقم تقريبا برضه حضرتك تقريبا. وري الناس تاني ان انت حضرتك بتحط صبعك بسرعه. اهو برضه التلاتة. برضه التلاتة. طيب حضرتك بصي هنعمل كده. قدامك هنا ايه؟ قدامي هنا 8. طب لو عملنا كده ينفع نخلي هنا 3؟ انت بتهزر بقى. طب ثانيه حضرتك بص، ممكن ايدينا كده بسرعه. حضرتك الكاميرا جايبه. بص حضرتك 1 2. تاني. ايه ده؟ تاني. الكوتشينه بقت كلها تلاتات. ايه ده كده؟ والله كانت قدام عيني كوتشينه طبيعيه جدا. طيب قدامنا هنا ايه؟ 8. كلها بقت تلاتات. كلها بقت تلاتات. بص حضرتك نعمل كده تاني. رجعت تاني. ده كده كله كده. الماجيك فينجر. طيب انا اوري حضرتك بس لعبه تانيه. هي طب ما تحرك لنا يا حسين. اسمع انا عايزه هموت واشوف يعني ايه تحريك الترابيزه دي. خليها حضرتك في ايه؟ اخر الاخر. يا ريت. تمام ماشي. انا اقرب بس حضرتك معلش من الكرسي. لا اتفضل. طبعا. طيب قدامنا هنا انا عايز اطلع الاربع وحيد. مثلا 1 2. الكاميرا جايبه بس اهم حاجه. الكاميرا جايبه كل حاجه. الكاميرا جايبه. ماشي خليها على الارض جنبنا. ماشي ليه كده؟ تمام. خليها كده قدام الناس الوحيد. تمام. ونحط هنا ايه؟ الواحد. كده الاربع اسات قدامك، فيهم حاجه حضرتك؟ فيهم حاجه ولا لا؟ ما مش نبدا. 1 2 3. نكملهم لحد ما تبقى 3. تمام. 3 1 2 3. تمام حضرتك؟ تمام. اهم انا دلوقتي كل قص عليه 3 كروت. لو مسكت القص هنا وحطيته 3 كارت هيبقى فين؟ الواحد. هيبقى قبل الاخير يعني. هيبقى قبل الاخير قدامك اهو. تمام تمام. طب حضرتك ممكن تعملي كده معايا. 1 2 3 4. وقدامنا هنا 1 2 3 4. مفيش واحد اصلا. اول واحد اختفى. اول واحد اختفى. تمام. هاي ده تاني قدامك هنا ايه؟ كده قبل الاخير برضو. كده قبل الاخير. تمام برضو هنعمل كده. 1 2 3 4. نعملها 1 2 3 4. مفيش برضو اختفى الواحد. طيب تمام. هنا قبل الاخير. قبل الاخير اهو. تمام تمام. هنعمل كده 1 2 3 4.
امي كده حضرتك معايا. واحد اثنين ثلاثة كام؟ ما فيش وحايد برضو اختفى. ما فيش وحايد. ايوه مظبوط. نعمل كده حضرتك، اعملي كده معايا. هتستخدميها كتير. واحد تمام اثنين ثلاثة. الثلاثة اللي اختفوا في الأول ظهروا تاني. ما شاء الله. لا والله يا هايل قوي بجد. لا والله بجد بجد انا هتجنن. طب انت يا محمد بقى بتفكر في حاجه تانية تعملها لنا؟ اكيد اكيد. برضه انا عايز، انا بحب العب يعني بطريقه مختلفه كده بين لا براحتك. انا اظن ان الكوتشينه دي كمان تمام يعني كمل. بص حضرتك، انا عايز الاول قبل ما نلعب تختاري تمام. رقم نلعب بيه من غير ما تعرفي باقي مجريات اللعبه. انت تمام. بس الاول اختاري رقم نلعب بيه. تختاري رقم كام؟ 8 9 10 واحد من الثلاثه دول. ممكن 10 10. طيب انا هعمل كده. ده رقم 10 اللي حضرتك اخترتيه قبل ما تعرفي باقي اللعبه. تمام. الرقم اهو. تمام. صح؟ طيب هطلب من حضرتك حاجه دلوقتي. هتختاري كارتين هتاخديهم تعرفيهم لوحدك من غير ما توريهم لي. تمام؟ تمام. خدي اي كارت. انا هعمل كده. حضرتك اختاري، شدي، خدي الكارت التاني. تمام. اعرفيهم من غير ما تقولي لي ايه هم. طب بص انا مش هبص اهو. تمام. شفته خلاص. خلاص؟ تمام. حضرتك معاكي كارتين صح؟ وحضرتك اخترتي رقم كام هنا اللي نلعب بيه؟ 10. رقم 10. انا هسأل حضرتك سؤال، هو ينفع الرقمين اللي حضرتك اخترتيهم ويكون رقم 10 ده هو حاصل جمعهم؟ لا. ولو كنت قلت لك اختاري في الاول قبل ما تعرفي اللعبه اختاري رقم يكون حاصل جمع ما كنتش هتعرفي، يعني مش هتعرفي انت هتسحبي ايه وايه. تمام. ممكن نطلع 5 و3 فيبقوا 8 الجمع. انا الاول قلت حضرتك توقعي الجمع بتاعهم، فحضرتك قلتي توقعتي كام؟ 10. 10. الكارتين اللي معاكي بقى انا براهن ان اللي حضرتك اخترتيه ده هو مظبوط حاصل جمعهم هما الاثنين، يعني جمع الكارتين مع بعض هو الكارت ده. هو الاول ايه الكارتين اللي مع حضرتك؟ اكشفهم لنا. 3 و10. 3 و10. وحضرتك كنت متوقعه كام؟ 10. بس هنا الجمع غلط صح؟ اه. طيب خليكي ماسكه الكارتين كده زي ما انت ماسكاهم. طيب. بس ايدك لتحت كده. طيب. زي ما ماسكها كده. كده يعني؟ تمام. تمام. حضرتك توقعتي ان الجمع بتاعهم 10 بس هو طلع جمعهم كام؟ 13. 13. هل في رقم 13 في الكوتشينه؟ لا. طيب ايه اللي هيحصل لو انا مسكت رقم 10 وشلته مشيته مره على الثلاثه ومشيته مره على ال 10؟ هل منطقي ان يطلع رقم 13؟ انت بتهزر بقى. ده لا رقم لا. جديد في الكوتشينه. لا رقم ده جديد. رقم جديد في الكوتشينه 13. تمام. انا توقعت ان حضرتك واخترتي صح. مع العلم ان احنا لو مسكنا رقم 13 بس، يعني نسيب الكروت كلها، ده رقم 13 صح؟ لو مسكته هو لوحده وهزته كده هو جامد يرجع تاني يبقى رقم 10 اللي كنا بنلعب بيه من شويه. ايه ده بقى؟ لا ايه ده؟ لا زي الكارت الاولاني الكروت بتختفي لوحدها. ما شاء الله. لا 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 هايل بجد. ده انت محترف بقى. ده حصل ازاي بقى ولا ايه؟ ما هي زي ما قلت لحضرتك تركية برضه صح؟ تركية. وبعدين انا اصلا دخلت المجال صدفة زي ما بقول لحضرتك. صدفة واضح ان هو صدفة يعني واضح جدا. انا بموت فيه، انا بحبه جدا. لا هو حلو جدا. وطبعا اول كان سبورت ليا وكان ورايا ودايما والدتي. اكيد طبعا. يعني والدتي ربنا يخليها لك. تعبت معايا قد ايه؟ ربنا يخليها لك. مصدقة ومأمنة وعلى طول بتشجعني. اكيد هي اللي كانت في ظهرك بقى في الموضوع ده. في ظهري لدرجه ان هي سافرت معايا بورسعيد عشان تحضر حفله. لو وسافرت ورايا كذا حته. هي الام كده بتحب تدعم اطفالها. وانا ببقى فرحان جدا. يعني انا فكره مبدا ان انا واقف على الستيج وقدامي جمهور مثلا، يعني انا في ايفنت بتاع بورسعيد كنت بعرض ل 3000 شخص قدامي. تمام. ما كانش فارق معايا غير ان اول ترابيزه اللي هي في وش الستيج كانت امي قاعده على الترابيزه.
فبتبقى حاجه بالنسبه لي ربنا يخليها حاجه جميله ان انا ببقى اشوفها فرحانه بيا او بعمل حاجه بخليها تبقى مبسوطه بيا. ربنا يخليها فربنا يخليها لي هي وبابايا. بابايا برضه تعب. ربنا يخليه لك يا رب. ايه يا حسين بقى نبدا حضرتك نعمل لعبه ثانيه بالكوتشينه. تمام. ممكن حضرتك برضه تسحبي كده اي كارت انت عايزاه. ماشي بقى. تمام وريه للكاميرا. تمام. طيب ممكن اتيه انا عادي لو شفته. الايه؟ الخمسه. بص حضرتك احنا نمسك الخمسه لو مسكناها كده وقلت لك افتحي ايدك حضرتك واقفلي عليها ايدك تاني. ممكن كده؟ ماشي. حضرتك انت في ايدك الايه؟ الخمسه. الخمسه. انا ممكن اخد كارت تاني الايه؟ الثمانيه. تمام. ممكن ابدل يعني اخد حاجه من هنا اشيل الثمانيه اشيلها. شلت الثمانيه وحطيتها عندك هنا وجبت الخمسه عندي ممكن؟ هو المفروض مش ممكن طبعا. ماشي انا هنا بقى معايا ايه؟ الخمسه؟ خمسه بس لا قبل اي حاجه انا شلت الثمانيه من ايدك ورميتها. اه لو شلت الثمانيه من ايدك كده يبقى في ايه؟ مفيش حاجه. مفيش يعني. ماشي بص احنا هنعمل كده بقت خمسه. اه بقت خمسه ما شاء الله. ممكن حضرتك تفتحي ايدك توري للناس بقى. طب والله بجد انا مش عارفه اقول ايه. هو قال لحضرتك اختفي. انا قلت حضرتك انت مركزه قلت له اختفت الخمسه انت متوقعه اللي بيحصل. بس انا متوقعه اللي هو من اللي شفته منكم يعني مش اكتر. طيب بص عليك انا عامل معاك حاجه ثانيه. تمام. دي حاجه معلش اه لعبه كده. تمام. ممكن حضرتك تفتحي ايدك والظرف اقفل عليه ايدك دلوقتي حضرتك لو انت حضرتك انا سوري انا اسف. لا. ايه الحاجه اللي ممكن تكوني بتتريقي منها حاجه صغيره حشره ولا كده؟ اه تمام اقول يعني قولي اه الصراصير الحاجات دي. الصراصير. اه ماشي حضرتك ممكن تفتحي ثانيه معلش الظرف تلاقي مكتوب فيها حضرتك بتخافي من الصراصير. يعني هو متوقع ان انت بتخافي من الصراصير. لا دي تريك دي هزار دي بقى ده انت محتاج تبرى جو الماجيك شويه. ده جو الماجيك شويه. ده بجد؟ ولا لعبه صح؟ هي لعبه هزار. هي لعبه هزار. تريك. معلش يعني هو مقلب انا حبيت النهارده اوريه لحضرتك بس اوريه للمشاهدين. لا حلو المقلب. نقعد نخرج كده من الاداء شويه. نخرج شويه من الاداء شويه. طب ايه مش هتحركني؟ انا عايزه بقى عايزه اشوف حاجه بتتحرك بقى. طيب انا عايزه اخلي بس الترابيزه دي مفاجاه للناس في مفاجاه في الاخر؟ طب احنا قبل الاخر بعرفوني عشان نقول. اه طيب ماشي. استنى معلش. طب في 7 كده وحاجات يعني مثلا انا جاي لحضرتك قدامنا هنا بنشرب قبل ما نيجي. اه في ظرف في صندوق فاضي قدامي هنا حضرتك. انا همسك الايه الكوتشينه. تمام. هو احنا كده يعني لنا 5 دقايق فايه لو هتعمل حاجه فايه فاضي 5 دقايق. اه يبقى انهي بالترابيزه. انهي بالترابيزه. طب ما تخليها بال7 بعد كده الترابيزه. مش هتلحق. مش هلحق. هخليه السفن بص يعني لو عشان وقت سفن عشان 5 دقايق فهيبقى السفن. احنا كده كده ورينا كذا تراك كوتشين وخليها على السفن. ماشي خلاص ماشي. تمام. بص حضرتك قدامك هنا واكيد هيبقى لنا لقاء تاني ان شاء الله. اكيد طبعا والله. في هنا ظرف. مش ظرف لا ورق. تمام. بص حضرتك قدامنا الورق هنا مكتوب فيه اسامي ايه؟ فواكه. 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 تمام. فواكه ومشروبات. تمام. انا هطلب من حضرتك ان انت بايدك كده بس تشوفي بيك واحد كده وتقفلي على طول. تمام. بس تمام حضرتك شوفي من النص. تمام. شفتيه وعرفتيه. طيب مش حضرتك حد عارف المشروب اللي حضرتك اخترتيه؟ هو حد عارف المشروب اللي انت اخترتيه؟ لا انت بس. انت بس. يعني قصدي انا وهو ما نعرفش حضرتك اخترتيه. لا ما تعرف. حضرتك ايه المشروب اللي انت اخترتيه؟ هو الاول ايه المشروب اللي قدامنا؟ هو 7 قدامكم. هو في هنا 7 وميلها للكاميرا عشان تشوف ان هي مقفوله سولد من فوق. تمام. تمام. هو انا اللي اخترته الليمون. حضرتك اخترت ليمون ما كانش 7 يعني؟ لا. طيب ثانيه. لا مش معقوله خليها تعمل دي. طيب اعملي دي حضرتك. ده ليمون صح؟ ال 7 مش لونه مش اخضر ده اكيد ليمون اخضر. طب ايه ده يعني حضرتك بجد إيه اخترتي ليمون؟ اخترت والله اخترت ليمون. شوف اتفضلي اشربي ذوقي قولي ليمون فعلا؟ ليمون صح والله.
تخيل حضرتك بقى كان تلاقي لك نسكافيه في لو كان تلاقي نسكافيه كان هيطلع نسكافيه بقى اللي كان هيطلع على حاجه حضرتك لو كنت طلبت شاي كان هينزل كان هينزل شاي عايزها طب يلا الترابيزه بقى ممكن الترابيزه ماشي انا هستاذن حضرتك ان انت تقومي معايا انا اسف طب نعملها عادي يعني انت كده هطلب من حضرتك ممكن تقفي قصادي تمام هنا تمام ممكن حضرتك تمسكي معايا المفرش تمام زي ما انا همسكه كده بالظبط ثواني بس معلش ماشي حضرتك بصي تحت كده على الترابيزه من تحت فيها حاجه فيها حاجه ولا عاديه 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 صح ماشي حضرتك بصي انت بتهز ما تسيبهاش عشان بتقع ايه ده ما تسيبهاش عشان بتقع حاضر حاضر مع العلم بصي هو بيحرك رجله ازاي حضرتك بصي اعملي رجلك حاجه ولا حاجه باذنك محمد ممكن تكون تقف تعمل حاجه لو في حاجه من فوق اهو بصي بصي حضرتك لا في حاجه ربطها من هنا ولا في حاجه ربطها من تحت ولا في حاجه من هنا ولا في حاجه انتوا شايفين صح شايفين ثانيه لو قلت حضرتك ما تسيبهاش احسن تقع لما حضرتك بتسيبها بتقع بص حضرتك تمام لا لا الديكور هيتعدل من الرعب طيب ممكن حضرتك بس نشوف الترابيزه لو فيها حاجه نوريها للناس لا مفيش اي حاجه حضرتك تحت ثانيه حطي ايدك فيها حاجه لا خالص لا هايل بجد انا مصدومه ده خفه يد صح؟ اه معلش خفه يد لو في وقت انا عايز اعمل لعبه بس اخيره ممكن اخيره بالكوتشينه لعبه صغيره هو دقيقه ممكن عشان محمد بس هي لعبه يعني صغيره اه صغيره خالص بس محمد نختم بيها عشان ماشي. انت عملت بقى مرتين فهو يعمل اخر ماشي. حاجه بقى ماشي حضرتك قدامك الكوتشينه اهي في اي حاجه لا ماشي بص حضرتك انا هطلب منك ان انت تقولي ستوب في اي حته انت عايزاها ستوب اسحبي الكارت شوفيه بس انا ما اشوفوش خالص تمام تمام ممكن حضرتك تحطيه في اي حته في الكوتشينه تمام تمام حضرتك بعينك كده بسرعه بس من غير ما تبصي لي شوفي الكوتشينه لو في اي حاجه لو الكارت بتاعك عدى قولي لي اه عدى وخلاص بس تمام انا ما شفتش معلش ماشي حضرتك بس استنى لما تشوف الكوتشينه كلها عدى ولا لا اه عدى ماشي ممكن حضرتك كده في خيالك في سرك تقعدي تقولي كتير تقولي قولي قولي حضرتك قولي كده في سرك تقعدي تقولي كتير ايوه 4 4 4 4 4 كده لا ده الموضوع كبير بقى يلا يا محمد بقى لو ينفع بسرعه حاجه سريعه كده حاضر نختم بيها بسرعه حاجه غير الكوتشينه لو ينفع ولا براحتك يعني بس حاجه سريعه تمام واو تريك ايه فين انا كان تافه تمام ماشي انا معايا نوتة تمام شاب خالد اه عبد الحليم اه اسامي مطربين كلهم مطربين اه حضرتك هتعملي تمسكيها بايدك الشمال كده تمام وهتفتحيها كده تمام افتحي اقري اسم المغني اللي هيقف عند حضرتك وريه للكاميرا وما توريهوليش ماشي يعني حضرتك امسكيها بايدك الشمال من فوق ايدي الشمال من فوق ايوه وافتحيها كده لتحت ايوه استنى انا ادير وشي تمام اوقف افتحي بقى ايوه نقري تمام إيه. ممكن بقى تبصي الناحيه الثانيه تمام دلوقتي انا عارف حضرتك اخترتي اسم مين المغني عندك لا صح اقفليها تاني بقى خلاص دي حاجه برده من قرايه الافكار دلوقتي حضرتك عايزك تفكري في المغني اللي انت اخترتيه فكري مثلا في حاجه مميزاه اللي هو لحن اغنيه عشان اول ما اسمعها في دماغك اعرف على طول انت مين المغني اللي بتفكري فيه طب هو انا شايف من عينين حضرتك ان اسمه الاولاني متكرر بيتهيأ فهنحاول نفكر في اسمه التاني عشان يبقى مميز لان مثلا في محمد تمام. فؤاد في محمد منير في محمد حمائي ففكري في الاسم التاني فكري معايا حضرتك في تاني حرف في الاسم التاني يعني محمد فؤاد الواو تاني حرف في الاسم التاني فكري بقى حضرتك في الحرف التاني في الاسم التاني تمام وقولي كذا مره في دماغك بس حضرتك بليف او صدقي ان انا اقدر فعلا اقرا افكارك عشان لو مصدقه نون صح حضرتك فكرتي صح. وقريتي واخترتي الكينج طبعا محمد منير اه
بجد بجد هايل هايل بجد. ربنا يخليك. واستمتعت جدا واكيد المشاهدين استمتعوا ولينا اكيد لقاء تاني ان شاء الله. يا رب تكونوا استمتعتوا معانا ونشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله على خير.